فيديو جديد النهارده عن الابراج، وبصراحه ما كنتش ناويه اصور الفيديو ده، بس قررت اصوره عشان احكي لكم على موقف حصل معايا مع حد من برج الجوزاء. هي صاحبتي، صاحبتي دي ساكنه في المعادي وانا ساكنه في التجمع، اوكي؟ هي برج الجوزاء. بصوا بقى، ودي بقى كل الجوزاء اللي بيسمعوني ركزوا مع، والمرتبطين ببرج الجوزاء واللي اصحابهم برج الجوزاء ركزوا معايا بقى. جوزاء ده ما تاخدش منه كلام، ماشي؟ انا النهارده قلت لها يا لولو تيجي نخرج، قالت لي ماشي، يعني هنخرج، قالت لي ماشي، قلت لها مش هروح الجيم، قالت لي ماشي، قلت لها هناخد عمر ورندا عشان البرتقاله اجازه، قالت لي ماشي، واتفقنا وكله تمام ماشي، يعني خلاص هنخرج النهارده بالليل يا بنتي في عز الصقيه ده، ماشي. هنروح فين؟ هنروح بوينت 90 عشان الدنيا ايه بقى، حلوه ومفيش برد وحاجات كده، نقعد في اي مكان، وعمر ورند يلعبوا في البلاي اريا وتمام وكل حاجه، واتفقنا وظبطنا من الصبح، ماشي جوزاء؟ اتفقنا وظبطنا من الصبح، ماشي جوزاء بقى، ماشي تمام جدا. مش لازم ااكد عليك، خلاص الموضوع ضن حبيبتي، وتهزر وتضحك، وقعدت تضحكني الصبح قد كده طول المكالمه، ها 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 وهي وعماله اضحك. المهم ماشي، خلاص اتفقنا والموضوع انتهى. اجي بقى بالليل، يا لولو انت فين؟ تقول لي لا ما انا مش قادره اجي، الجو برد قوي. نعم يا حبيبتي، مش قادره تيجي ايه؟ احنا متفقين مع بعض. لا بردان. امال انت فين؟ اصل انا في المهندسين، فانا لما اجي لك دلوقتي التجمع يعني خلاص ما ينفعش، مفيش وقت، نو تايم. اللي هو نعم، واحنا مش متفقين؟ متفقين، بس انا حسيت ان انا عايزه اخرج من المهندسين كده، مش عارفه اشرب ايه من عند فرغلي. انت مجنونه يا لولو؟ تروحي لي من المعادي لحد انا مجنونه؟ ماشي اوكي. طب ما اتصلتيش اعتذرتي ليه؟ معلش بقى. وقعدت حبك همبكه في همبكه في همبكه وخلاص يعني. فانا اتغصت جدا على فكره، قلت بقى النهارده بقى لازم اعمل ايه، فيديو سريع كده عن برج الجوزاء ومواعيده الجميله. بصوا بقى، برج الجوزاء ده ما تاخدش منه ميعاد، يعني الا ما تمضيه مثلا على كمبياله، عارفين ليه؟ لان هو مش هيلتزم بالميعاد للاسف. واتحداك، وده تحدي وده سؤال على فكره للحلقه، هل برج الجوزاء بيلتزم بميعاده؟ بنسبه 99% لا، محدش يجي يقول لي برج الجوزاء ما بيلتزمش بمواعيد، ما عندوش مواعيد. يا خرابي على يعني الهاتش اللي بيعمله بقى، اللي هو معلش اصل انا صاحي الصبح حصلت مصيبه وفجاه كده وقعت من على السرير اتكعبلت وحصلت لي، وهو دمه خفيف بقى من الذين هياكلك بالكلام كده، يقعد يهزر معاك، شفت بقى اللي حصل؟ وانا نازل واقع من على السرير اتكعبلت، جالي تمزق في الاربطه وواقع من على السرير بقى، وما قدرتش، فحسيت ان انا مش قادر انزل معاك النهارده، فبدل ما اجي لك جامعه الدول في المهندسين قمت رايح مصر الجديده. يا راجل الله العظيم. قلت له هو انت زعلان ولا حاجه؟ وعمال يهزر ويضحك ويهزر ويضحك، ما تعرفش المصيبه ابن الذين ده من كتر خفه دمه ومن كتر ما انت بتحبه ما تعرفش تزعل من برج الجوزاء. اما التزام بمواعيد يخرب بيت قلب مودك يا شيخ ولا يا شيخه، ايه ده؟ ناس مودهم بيقلب في لحظه، اللي هو والله العظيم كنتوا تبقوا متفقين ان انتوا خارجين ومش عارفه ايه وعاملين اتفاق بقى، اللي هو ايه كلام رجاله، كلام رجاله يا جدعان، ايوه كلام رجاله. طب فين بقى شخصيه برج الجوزاء؟ اصل انا قمت مودي قالب، بدل ما حسيت ان انا كنت عايزه اتغدى النهارده كباب وكفته، سافرت بورسعيد عشان اكل سمك، وحياه ربنا اقسم بالله العظيم. هكذا هو برج الجوزاء، مواعيد مع برج الجوزاء don't ever trust it، يعني ما تثقش فيها خالص خالص خالص. وللاسف للاسف للاسف، شوف انا بقول فيديوهات حلوه جدا عن برج الجوزاء، هو برج يعني همبق شويه، يعني بيهمبق كده بياكلك في الكلام، وذكي جدا، يعرف يستخدم. برج الجوزاء من اكثر الابراج اللي تعرف تستغل الكلام كويس قوي، وتعرف تتكلم حلوه قوي، وتعرف تنمق الكلام وتطلعك، يبقى الغلط ماسكهم من ساسهم وراسهم كده يعني، فاهمين؟ يقوم ايه، عارف انت لو تمسكه كده المفروض من قفاه كده تقول له انت غلطان يا انت غلطان يا ابو صلاح، يقول لك هو طلعك انت الغلطان وما اتصلتش بيا ليه؟ ما انت عارف ان انا مواعيدي زباله يعني، وبيعترف بغلطه على فكره يعني. ما هو انا ولما انت تقول له انت غلطان يقعد يضحك، يقعد يضحك ويضحكك يعني عشان ايه، يشتغلك. يا خرابي على برج الجوزاء ده، اسمه ايه، حلمبجي، مش عارفه اسمها ايه والله العظيم بالمصري، يعني ازعر زي بالسوريين واللبنانيين والناس دي، ازعر ابن لذين الله العظيم. يعني صاحبتي دي عماله تتكلم معايا عماله تضحكني، وانا عماله اضحك زي الهبله برضه، يعني هي بتضحكني وانا متغاظه منها وعماله اشتم فيها وهزق فيها، فهي بتضحكني وانا بضحك برضه، يعني بجيب معاها في الضحك عادي خالص. فهو ده برج الجوزاء يا جماعه. مره بقى صاحبتي دي، والله لا احكي لكم على الموقف ده،
كنا هنفطر في رمضان ماشي، واتفقنا وعملت حسابها في الاكل واتصل بيها ساعه الفطار، هي لولو انت فين؟ انا بلبس. طب ماشي احنا مستنيينك، ده المغرب قدن انت لسه بس زي المغرب قدن، ده انت جايه من... لا 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 انا جايه جايه جايه. طب ماشي مع السلامه، انا بعد الفطار بنص ساعه احنا لسه ما فطرناش. ها لولو يعني حتى يعني كان جوزي موجود مش عارفه ايه كده، ها لولو انت فين يا حبيبتي؟ انت مش هتيجي تاكلي؟ لا ما انا بلبس لسه. بعديها بساعه اصل انا بطني بتوجعني ومش قادره وجالي تسمم لعبي ومش عارفه وتمزق في الاربطه برضو ومش هقدر اجي يا بنت اللذينه. طب ما تقولي من بدري. طب ما انا قلت لكم كلوا سبوني، احنا ذوقنا بقى ناس ذوق 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 ما كلناش طبعا يعني كذا. هو برج حتى لو انت صايم برضو مش هلتزم مواعيد، التزام مواعيد في شغل الجوزاء نو 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 ما بيحبوش هم. هو الجوزاء بيشتغل بالذكاء بالحب، بيكمل في شغله بالحب والله العظيم، وتلاقي الناس كلها مديرينه بيحبوه مش عارفين يرفضوه، يعني هو يستحق الرفض فعلا. يعني هو الجوزاء مش شخص ملتزم وما بيحبش الالتزام بالمواعيد ولا بيحب الشغل اصلا ولا بيحب يشتغل، بس مديرينه بيحبوه عشان هو حلمانجي ويموتوا فيه فما بيرفضوهوش. تلاقيه يعني يروح يجي على الكحيان بتاع برج الثور يرفضه، على اي حد برج تاني يرفضه، ويسيب الجوزاء يقول لك ان الذين ده ما اقدرش استغنى عنه، مع الحبتين دول ياكل الجو في 3 دقايق. الله اصلا برج الجوزاء ذكي 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 اجتماعيا من اكثر الابراج ذكاء. انا بقول برج الجوزاء، برج العقرب، برج الدلو، الثلاثة دول يخرب بيت ذكائهم. ويعني اسد بيبقى مستفز شويه، ده هعمل لكم برج يا لهوي، في حد برضه مستفزني من برج الاسد، لازم اعمل له فيديو، انتظروا فيديو من برج الاسد. يعني قولوا لي المره الجايه عايزين نتكلم عن ايه في برج الجوزاء، وقولوا لي كمان رايكم وجاوبوا على سؤال، هل انت كجوزاء بتلتزم بمواعيدك بذمتك او بذمتك؟ انا عايزه اعترافاتكم، والناس مش طايقاكوا عشان مواعيدكم ولا لا؟ اتحداك اقسم بالله، عارفين صوابعي العشرة دولت عادي استعداد ابصم لكم كده في البرنت اللي قدامي دوت، ان انتوا ما بتلتزموش بمواعيدكم، بتغيروا عشان انتوا مودي، يعني انتوا مش بتلتزموا عشان انتوا بتحبوا عدم الالتزام، بالعكس بتضايقوا نفسكم جدا، بس عشان انتوا اشخاص مودي بتغيروا رايكم بسرعه جدا 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 جدا. وانا لا افق، انا كرشا مراد اهو بقول كخبيره طاقه وخبيره ابراج وخبيره كل حاجه، اقر واعترف انني لا افق في مواعيد اي حد من مواليد برج الجوزاء اللي هم اسمهم جيميني دولت، because they are not trustable on their timing خالص. والنبي لو مين ده، لو وزير مش هتلاقيه ملتزم بمواعيد، يعني لو وزير الا بقى اذا كان بيشتغل في الجيش المصري، اكيد اي حد في الجيش بيلتزم بمواعيده، يعني دي الحاجه الوحيده اللي الناس كلها بتلتزم مواعيدها فيها. تحيه للجيش المصري عشان انا بحبه وبحترمه ماشي. بس يعني قولوا لي بقى المره الجايه عايزين نتكلم ايه على برج الجوزاء، وجاوبوا على سؤال الحلقه، ما تنسوش تعملوا شير لاصحابكم برج الجوزاء وتقولوا لهم انتوا اهو، وكمان لو انتوا برج الجوزاء ابعتوا للناس قولوا لهم شفتوا ده الموضوع طلع انترناشونال اهو، يعني لو جوزاء في الهند هتلاقي مش ملتزم، في الفلبينو مش ملتزم، في جريس مش ملتزم عادي، في مصر هو مش ملتزم عادي جدا جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا شير لاصحابكم بتاع برج الجوزاء، وتعملوا لي فولو، يا لهوي ده طلبات كتير قوي، تعملوا لي فولو على فولو على انستجرام وعلى انستجرام. تعالوا بقى هنا يا بتوع برج الجوزاء، يعني انا عندي على الفيسبوك اولموست على اليوتيوب اللي هو صعب على فكره، اليوتيوب ان انت تجيب فولوور اكتر اصعب كتير جدا من الانستغرام. اي هاف اباوت لايك 100، يعني انا خلاص داخل على 100K سبسكرايبرز على الانستغرام يا مفترجين. 1700 ليه الناس اللي بتعمل هنا ما بتخش اهو يا جماعه؟ الاكونت بتاع الانستغرام بتاعي موجود في الديسكربشن بار، ادخلوا واعملوا لي فولو. بعد كده على فكره هتمم كل واحد يكتب لي اه عملت فولو ما عملتش فولو. ما تنسوش تقولوا لي تتفرجوا عليا منين، بهزر يا جماعه. وثانك يو، واشوفكم في فيديو تاني، مع السلامه، باي باي.